نحكي شوي عن الهرمونات وتأثيرها على الصحة العقلية، وإذا بدنا ناخذ المعلومة الأكيدة والمفصلة والبسيطة بنفس الوقت مالنا غير الدكتورة ليال. دكتورة ليال دخل لها الصيدلانية يلي يعني هيك دائما مميزة بالمواد اللي بتكتبهم واللي بتنزلهم على السوشيال ميديا. هالأسبوع حكت عن الهرمونات ومفاعيلها وتأثيرها على الصحة العقلية بشكل عام، وصارت معنا على الخط بظن دكتورة ليال. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا هلا، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله، إن شاء الله هيك على طول رايقة. دكتورة ليال، اليوم يعني وعدتينا هيك تحكي لنا شوي عن الهرمونات بشكل عام كتعريف، وشو هي أهمها وشو وظيفتها وشو تأثيرها على الصحة العقلية يعني بشكل خاص، ففينا هيك نبلش بتعريف بسيط من عندك؟ تمام. هلا الهرمونات هي مركبات كيميائية بيفرزها الجسم، بتنحمل عن طريق الدم لتؤدي وظيفة. بتختلف باختلاف الهرمون طبعا، بتأثر على وظائف الجسدية المختلفة مثل المشاعر، النوم، الجوع والسعادة. يعني هي عدد كتير كبير منها، في عنا هرمونات أنثوية، في عنا هرمونات بتأثر يعني على الوظائف العصبية للجسم. هلا بنذكر منها هرمون الأدرينالين، هو هرمون الخطر. لما بنشوف أي توتر أو حالة خطر بيرتفع عنا بشكل كتير كبير، وبيساهم مثلا بارتفاع ضغط الدم. اثنين، هرمون الميلاتونين. هلا هذا الهرمون بيزداد بالليل، بيخلينا ننام، واحيانا بعض الاشخاص اللي بصير عندهم نقص فيه بيلاقوا صعوبات بالنوم. في عندنا كمان هرمون الكورتيزول، هذا بيساعدنا بشكل كتير كبير لنقدر نكمل يومنا ونتجنب التعب والاجهاد. كمان بنذكر منهم هرمون السيروتونين، هذا بنسميه هرمون الحيويه والسعاده، طبعا نقصه بياثر على الاكتئاب والقلق. وكمان هون اهم شيء كمان ممكن نذكر الدوبامين، هو الهرمون بنسميه هرمون المكافآت. هلا دائما بيساء استخدامه، بيحكوا عنه انه هو هرمون السعاده، وفينا نسميه هرمون المكافآت. هو ماده كتير مختلفه وإلى وضع خاص، والشيء اللي صار الاسبوع الماضي هو اللي خلاني احكي عنه بشكل مفصل. صحيح 100%، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. خلينا اول شيء كان نشوف بالضبط شو وظيفته وليش في فكره خطا عنه انه هو هرمون السعاده ودرجه هالفكره اكثر واكثر. تمام. هلا الدوبامين هو مادة كيميائية بينتجها الجسم، تلعب دور كتير كبير بتحفز السلوك بالنشاط والتحفيز، حتى إلى دور كتير كبير بالتنبيه أو بيخلينا أنه نحن نقدر ننجز الأشياء اللي نحن بدنا نعملها. دائما في له محفزات، هو بينتج بالجسم بشكل طبيعي من منطقتين. هلا في له محفزات، نقطة بيؤدي إلى مشاكل، ممكن يكون مشاكل بالحركة أو مشاكل بالتركيز والانتباه. هلا نحن في له محفزات، هالمحفزات بتختلف بصراحة من شخص لآخر. ممكن نذكر منها الطعام، خاصة الحلويات، الأكل الجاهز، بيلاقي إنه مثلا الجسم فورا بيكافئ حاله، بصير إطلاق كميات كبيرة من الدوبامين، إطلاق سريع، ما نوم هذا الجسم لإله، الشيء بيعطينا شعور بالنشوة أو الفرح، لهيك بيساء عنه الاستخدام فكر إنه هو عبارة عن هرمون السعادة يعني. ثانيا كان مثلا تسوق عند النساء مثل ما بتعرفي، يعني بيعطيهم شعور كتير منيح، بس في الوقت بيخلينا نخسر كل شيء معنا مصاري يعني. صحيح. ثانيا كمان في الكحول بكثره، المخدرات، يعني في احيانا دراجز هي بتعمل هالقصص، او ممكن تكون حبوب. كمان بنذكر منها كثره استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير في دراسات حديثه حكت عن هالموضوع، يعني وصلنا لمرحله يعني اللي صار الأسبوع الماضي 6 ساعات كانوا كأنهم كارثية، يعني صحيح حرب قامت يعني. صحيح تماما. فهالشي أثر بشكل كتير كبير، لأنه نحن صرنا متعودين أول ما نفيق الصبح نمسك الموبايل نشوف وصلنا مسج أو لا. هذا نوع من أنواع الإدمان، لأنه متعودين نحطه حدنا على التخت، ما بنجرب أشياء تانية مثلا. تماما. لما صار انقطاع 6 ساعات يعني كأنه خربت الدنيا، ما في شيء تاني. 100% 100%. واكتشفنا هذا الشيء لما رجعت، يعني لما رجعت واكتشفنا كم العالم اللي كانت ناطرة إنه بس بترجع، واللي راحت استخدمت تليجرام واستخدمت المواقع التانية اللي ظلت شغالة. دكتورة ليال، هل يصنف هذا إدمان؟ هلا في نسبة منيحة تعتبر إدمان، يعني شيء طبعا ما بتحدد، بده كذا سؤال استشارة طبعا من طبيب أو من مختص في رعاية صحية، بس إلى حد ما ممكن نعتبره إدمان. هلا السبب إنه السوشيال ميديا كمان مرتبطة كتير كبير بالدوبامين، نحن بيرتفع عنا بشكل كتير كبير كل ما بنستخدمه. لما بنشوف مثلا إنه والله صار عنا تفاعل على صورة على شغلة حاطينها، بخلينا نحن مثل ما بيقول دائما بننزل بوستات أو صور خاصة عند المراهقين، هذا الشيء بخليهم يرتفع عندهم الدوبامين. بس المشكلة إنه نحن بالمرات الثانية الشيء اللي كان يرضينا بالأول ما بقى يرضينا، نطلب شيء أكثر. تماما. نطلب شيء أكثر ونوصل يعني شيء فوق العتبة. هذا الشيء بيخلي الجسم ما عاد يقدر يفرز الدوبامين الطبيعي، وبصير عندنا مشكلة هون بقى. هاي المشكلة هي اللي بتخلينا نوصل لمرحلة الإدمان،
ما بقى بنقدر نستغني عنه للسوشيال ميديا. وبصراحة وصلنا لمرحلة كتير كبيرة، بيأكد أنه وصلنا لمرحلة الإدمان. وبالمناسبة كتير دراسات بتقول أنه حتى يعني مؤسسي هالمواقع بيعتمدوا على هالقصة بخوارزميات. يعني بتلاحظ أحيانا إذا ما حطيتي لايك لصفحة محددة ما عاد بتطلع بوستات أو شيء، صحيح. فكمان هنا بيعتمدوا عليها بشكل كتير كبير، بيشبهوها تقريبا بالأمار. في كتير ريسيرش عاملين فيها إنه على هالأساس بيلعبوا علينا، يعني فينا نقول سلوكيا وعاطفيا. يعني صحيح، في كتير أفلام يعني انعملت دكتورة ليال لحتى بس توضح الطريقة والسياسة اللي بيشتغلوا عليها أرباب هي المواقع والمهندسين القائمين على وضع الخطط لهي المواقع، كيف إنه هن بالفعل يعني بيستهدفوا الناحية الفيزيولوجية بجسم الإنسان، بيستهدفوا الناحية النفسية والعقلية. ومثل ما حضرتك يعني كنتي عم تأكدي دائما، أكدتي تحت الهواء وهلأ بنرجع بنأكد، إنه أول ضحية أو أول مستفيد للهرمون هي عم تكون الصحة العقلية. ونحن بكرة 10/10 يعني اليوم العالمي للصحة العقلية، شو بتنصحينا وشو بتخبرينا يعني كيف بنقدر قدر الإمكان نحافظ على صحتنا العقلية وقدر الإمكان نقدر نتحكم بإفراز الهرمونات المفيدة للجسم؟ هلا نحن فينا نقول بشكل اساسي، يعني كل شيء بيقوله بالبلد من حال انه اعاده تشغيل، بالفعل نحن بدنا زر اعاده تشغيل، يعني هو صحيح، ريستارت. تمام. ريستارت. هلا الريستارت هون بتكون مختلفه اذا بدنا نحكي عن الدوبامين او عن موضوع الادمان. الريستارت يعني بدنا نكون غذاء صحي قدر الامكان. يعني نحن اذا بنقدر نتناول الاغذيه البروتين عالي، هالشيء كثير بيساعدنا انه يرفع مستويات الدوبامين عنا. مثل البيض، اللحوم، او حتى في انواع من الحبوب والبقوليات فيها بروتين عالي، كثير كثير بيساعدنا. الاشخاص النباتيين ممكن يكون هذا الشيء عندهم يعني ما هو موجود. الرياضه دائما هي شيء دائما بيساعدنا انه نحن نقدر نساعد الجسم انه يتوازن عنده الهرمونات بشكل كثير كبير. هلا الدوبامين بدنا نحكي عن شيء يعني لو بسيط واخذنا وقت زياده عن تفضلي. موضوع صيام الدوبامين. هلا استخدامه بتلاقي هلا في عالم، مثلا انا لما كتبت المقال حكيت رح نحكي عنه بالمره الجايه، هو في عالم كان دور سيرش تلاقي مثلا فيديوهات انه اسبوع كامل بنبعد عن اي شيء بحفزنا، موسيقى، غذاء غير صحي الى اخره. لا، صوم يعني. هذا الشيء ما هو مزبوط، وهذا الشيء مساء استخدامه وما في لهلا دليل علمي عليه. نحن نخفف قدر الامكان، هو نوع من انواع السلوك المعرفي. نحن نبعد الشيء المحفز اللي عنا اياه، مثلا مثل الموبايل تعود نحطه بمكان بعيد عنا مشان الصبح ما في نعمل هيك، نقطع 4 ساعات عن السوشيال ميديا، نحاول مثلا وقت ناكل او عندنا شغل نبعده عن ايدينا. احيانا بنكون بطلعه وما فينا نبعده عن ايدينا بصراحه. صحيح صحيح، للاسف. هاي سلوكيات من ساعة لأربع ساعات بتخفيف كل يوم مثلا قدر محدد. يعني الإدمان ما رح يصير بلمسة سحرية، دائما بيصير تدريجي، مثل إدمان المخدرات، مثل إدمان شيء تاني، مية بيصير بالمية تدريجي قدر الإمكان. وما فينا ننكر إنه ما فينا نستغني عن وسائل التواصل الاجتماعي، بس مو بآلية رهيبة مثل الشيء اللي صار والعرس الوطني اللي صار لما رجعت السوشيال ميديا. تماما يعني صحيح. فهذا الشيء يمكن أكثر شيء يمكن يعني نخبر فيه، يعني وقدر الإمكان يعني الواحد يحاول يعيش حياة حقيقية. صحيح، شكرا لك. قال على آخر كلمة قديش مهمة دكتورة، نعيش حياة حقيقية بعيدة عن أي فلتر مغطي عيوننا ومغطي وجوهنا بالصور، ونتأكد دائما أنه كل شيء عم نشوفه على السوشيال ميديا في منه شوي صح وفي منه كتير غلط ومخبى. هو الجانب بس المضيء، يعني نحن ما عارفانين الدارك، صحيح، الجانب المظلم اللي ما حدا شايفه، اللي عم يخلينا دائما نفكر أنه نحن ما لنا مناح، الناس كلها عايشة نحن لا. تماما تماما، بيخلق عنا حالة عدم الرضا الدائمة. عدم رضا تماما. صحيح صحيح. قديش بدي اتشكرك على هالمواضيع الحلوة والمفيدة دكتورة ليال. انا بدي اتشكرك، شكرا لكم عن جد، شكرا. الله يسلمك، وان شاء الله المرة القادمة هيك بنشوفك بالاستوديو عنا كمان لحتى نحكي عن مواضيع مفيدة وبتهم المستمعين ايضا. شرف فيكم، شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي الصيدلانية دكتورة ليال دخل الله، اهلا وسهلا فيكي.